اخر كلمات قبل ما تركب مايك يوتيوب مقطع جديد فلوج جديد زي ما تشوف احنا بالبوليفارد هذا الفلوج حيكون عندنا وراح نجرب هذه الاشياء وان شاء الله يكون اشتراك ويلا خلينا نخش بالبوليفارد بدايه سريعه الحين احنا بالبوليفارد شينا زي ما تشوف هنا بنروح الحين ندخل دوله دوله ونوريكم بعدين نشوف ايش بيصير ويلا بسم الله والحين حنبدا في الهند زي ما تشوفوا هنا وهذاك هو القطار اللي راح نجربه هناك زي ما تعرفوا هذه الكوره الاصليه حقت البوليفارد او المعنى حقه فخلينا نروح نبدا بالهند توكل على الله وبسم الله شباب الحين دخلنا الهند زي ما تشوفوا هذه الملابس كلها هنديه واكل هندي واشياء مره فخمه فشوفوا يعني بالفارد وورد ما رهيب وهذا ما ادري ايش وهذا اكل ما ادري ايش مكتوب الهندي يترجم بالله والله الحين بنوريكم شوف هذا المطعم بالنص هنا اشياء ما ادري ايش هذه بس في اشياء كثيره وفي ناس هذيك ام شعر الطويل مشهوره بنروح نوريكم اياها جينا عند ام الشعر شوف ما شاء الله ايش هذا شعر اطول منها طبعا يستخدموا هذا الشعر أو ما تستخدمه راح تصير زيها. شوف كيف ما شاء الله. إذا تبغوا تستخدموا نفس شعري خلاص بقول لكم بعدين إيش المنتج. هنا هندي. السلام عليكم. كيف حالك؟ وعليكم السلام. أنا من يوتيوب بلوج. What do you want to say? أرجو ما أقول أنا. ما في عربي أنا قاعد أتكلم إنجليزي. أوكي. إنجليزي ما أدري. I don't know English. شكرا. أنا ما أدري إيش قاعد أقول. بس قاعد يقول شيء حلو وهذا كله أسواق مطاعم وهذيك فيها ملاهي هناك ويلكم أي 100% فهمتوا هذا كل شيء يعني موجود بالهند ندخل جوا ونشوف أشياء غريبة حنا محل حق أشياء زي كذا هذا ثعلب هذا إيش حقيقي ثعلب حقيقي ريد ما في سمك أوكي هذا وين في أسد وين في أسد في أسد هذا إيش هذا ثعلب في دب انا 550 550 الف 550 اوكي حسيت يقول 550 الف قلت والله اني شاري الدب نفسه ايش هذا زي ما تشوفوا بس كذا كله ملابس هنا ملابس وهنا ما ادري ايش هذا الشباب قاعدين يدوروا ذهب هنا في ذهب في حركات بركات بس هذا يعني الهند باختصار يلا شباب هذيك للمتابعين اللي اسمه هنا يكتب احنا بالهند بس هنا مكتوب ميدن باكستان ما ادري كيف بس يمكن عشان هم اخويا وزي كذا يعني يعززوا لبعض فهمتوا؟ وهنا تمرين ما شاء الله هذا واضح انه معضل وهنا في عطور هنا في اشياء ما ادري ايش فعاليات دايخين ودايخين العاب هنديه ما شاء الله شوف ما شاء الله حلو هناك البنك كل ملابس خلينا نروح لدوله ثانيه يلا امريكا الحين يا شباب ادخل امريكا تشوف هذول الامريكان جنبي في هذه القناه حق الكوكو ميلون عرفتوها؟ فاحنا الحين بامريكا امريكا فيها القطار هذا القطار بامريكا اوه شباب والله امريكا مولعه يوما ما يوما ما نروح امريكا خلينا نوريكم الاشياء الامريكيه يلا خلينا نشوف الالعاب اللي هنا يا ساتر كل هذول بامريكا يا اخي والله اشياء فخمه هنا فرايز كمان شوف والله في مليون شيء احنا بنجرب واحده ان شاء الله وهنا بيتزا وهنا العاب في مليون شيء فخلينا نروح نركب ونشوف ايش يصير بسم الله هاي المكسيك هاي بس لسه مو الحين شباب والله دام شوف يلا حينزلوا يلا واحد اثنين يلا والله خرافيه ما ادري اذا تسمعوني ولا لا بس حجزنا التيكت والحين بنروح نلعب القطار يلا بسم الله نروح ممنوع تصوير ممنوع وصلنا عند القطار زي ما تشوف هذا والله قطار خرافي بس يلا الحين بنطلع شباب راح ندخل تمام ما راح نصور زي ما تشوفوا بس بعد نخلص راح نصور لكم صح حسين ورده فعل بسم الله يلا يوبا يقطع افضل قمبه دخلنا ما دخلنا انا قام اوكي يعني متحمس بس مو خايف يعني عادي
جم وجهي بعد ما خلص. يو يا ريت اقدر اصور بس للاسف. فيلا نروح نرجع لكم. بسم الله. اخر كلمات قبل ما تركب. شباب احنا حننزلوا اصلا حيركب معنا هذا. يلا بشرها. انا قادر. كانت خرافيه ودايم والله خرافي. بسم الله خلينا نروح لبعدها. بعد ما خلصنا قاعدين نطلب برجر. فاينا قاعدين نطلب بناكل ونخلص الاشياء بعدين نكمل جولتنا في البوليفارد دور. يلا وصلنا المكسيك يا شباب. احنا ما كنا في امريكا، كنا بمكان العاب. امريكا لسه طاوله. فبالمكسيك وين راح الشباب؟ فهذا المكسيك بنوريكم ايش الاشياء اللي عنده والفعاليات. يلا بسم الله. المكسيك يا شباب، المكسيك قاعدين نستكشف المكسيك. هنا المكسيك. بسم الله نخش خلينا نوريكم. هنا حلا حلا مكسيكي. خلينا نشوف. اوكي. كلام فاضي يا شباب، ما شيء. ناكل جوا ونوريكم ايش في هنا. هنا في فيزا. اوكي. ايش هذا؟ دريك شباب. يعني اشياء مكسيكيه وحركات. وفي طاقية مكسيك. خلينا نسوي شوبينج مع الشباب. والله 15 يبغى يشتري اي شيء ب 10 ريال. خلينا نوريكم برا ايش فيه. بينكم اميغوس كوموستاس. لايك سبسكرايب. مكسيكا دومابيل ريان سي. المكسيك يا شباب. والله هنا هنا انا ما ادري اذا نقدر ندخل لا، بس في لاين توقع تيكت. فهذه لعبه. لعبه رعب. سمين قاعدين يصرخوا كلهم. فيب احنا لعبنا لعبه رعب يكفي ويوفي. اللامه هناك اللي يبغى يفتحها يطلع له موارد واشياء. هذا ما يكمل الا يلعب فورتنايت. وهذه اغنيه ثانيه. هذا المكسيك. وهذا انا يا شباب. وفي في في حفل هناك. يلا خلينا نوريكم. يلا يلا خليتك مكسيكي. والله طالع اميكو اصلي. نورت على اميكو. اميكو نصور فلوك تيوب. اوكي وش اشتري؟ طيب اسوي اعلان زي الناس. الناس يشترون مو انا اشتري. انت والناس. لا انا اسوي لك اعلان مجاني. اسوي لك اعلان مجاني. اسمعوا يا جماعه، عندنا ملابس مكسيكيه. ايوه شوف 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 المكسيك. ملابس مكسيكية عندنا طواجي مكسيكية. ايوه يا ساتر الاعلان. القضايا الغامضة خلوكم محيطين. ايوه خلوا القضايا الغامضة. اوكي عندنا ذا الانسان بيشتري مننا قبعة حاليا. انا بسوي لكم اعلان تعطيني قبعة مجاني. مليون واحد يشوفك. اي وش نظامك تاخذها مجان. اي مخبر اعلان هو الاعلان مسوي لنا. لا والله بنزل والله. اذا تعطيني اياها بنزلها. والله خلاص. شوف اوكي بوريك. شوف هذا المكان بالمكسيك. عندهم طقايا يبيعون كل شيء. شوفوا يا جماعه هذا هي هنا بوابه اليابان. هذا مكسيكنا. هذا محلنا. اللي بيجي لا يقصر. من مقصرين مع باذن الله. وهذا اطلق اميكو جانا المكسيك. عندك حسابات بالانستغرام اي شيء؟ حساب حق القضيه الغامضه. يلا القضيه الغامضه. وين الباركود؟ دقيقه بدخلكم محلنا يا جماعه. ودخلكم المحل. وين الباركود؟ والله ما ادري، بس اكتبوا في اي مكان القضيه غامضه وباذن الله احنا بيجيكم. شوفوا الملابس الزينه. شوف الدنيا. هذا هو بالعافيه عليكم حبيبي. شكرا. صرنا احلى اميغو يا شباب. شكرا. قاعدين نصور مقطع. صورنا مع الرجال الطيب. ما شاء الله شكله خرافي. ومعاه ريموت ما ادري ايش يسوي الريموت. قاعد يهكي الشاشه. نصور فلوق. تبغى تقول لهم شيء؟ الله يحييكم في مكسيك حبيبي. الله يحييكم. الباب باب اسباني عشان اللي يسأل كيف في شكل الباب. نعم. وين احنا؟ هناك في شوف القديم في حد يطير هناك. شوف لا يطير. والله فعاليات اشياء. يلا نروح لليابان. مكسيك هنا يا شباب زي ما تشوفوا. دي جي مكسيكي. دي جي خرافي. والحين بنروح اليابان ان شاء الله. نشوف في المكسيك ان شاء الله. نشوف نفس الدي جي هنا. ويلا طلنا اليابان. دي جي شباب والله خرافيه. شوفوا هنا
زي ما تشوف مين فينا جديد في جراندايزر يا زاهي. خلينا نخش جوا. هذا اول محل ما ادري ايش هذا. هاي ايش راك نسيت شيء؟ ايش تنبيهات الاشتراك يا حبيبي؟ هذا اللي بشوفكم اياه ببلاش. لا 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 هذا شباب زي ما اقول لكم المحل لك بس حط اشياء يابانيه ما لها دخل باليابان بس يعني شوف اشاره يابان هنا والله ديب والله المهندس هذا مصمم الاشياء والله مو طبيعي. هنا يابان شوف اشياء يابانيه. ايش هذا؟ What is this? Takoyaki. Can I try one? ما شاء الله. ما ليش هذا؟ بس شكله خرافي. اليابان تلاقي يابانيين زي اللي ورايا. في يابانيين. وهنا في أشياء يابانية. شوف. سناكات يابانية حركات شغل. والله دايم. ايش تبغى تشوف؟ هذه الكيكة؟ ايوه في اللي بتحط عليها الحليب بتصير زي السفنج. ايوه هذه عرفتها. بابا نسوي لكم تيست. هذا ايش؟ بابا حاجة حامض. يلا انت قلنا ايش رايك؟ حامض؟ والله ها يزن جيد والله حامض. لا والله حامض بس حلو. والله شكلها زي كذا اللي يبغاه. يا جو سيد سيد اوورد سي ذس سي ذس وين ها يا Chinese. Yeah. 你好. Yes. 你好. Yes. What the? 谢谢. Thank you. Thank you. Thank you. 谢谢. يعني like subscribe 小宝. شكرا. You can see it now. 订阅. يعني اشتراك شباب اللي ما سوي اشتراك يسوي اشتراك. Thank you. محل اوتاكو. شوف كيف الشوزات يا ساتر كله انميز. والله يعني اخر شيء ممكن بحياتي افكر اشتري مستحيل. امريكا يا شباب واخيرا. هذيك ما كانت امريكا بس هذه امريكا زي ما تشوفوا. ما ادري ايش اي ولايه او بس مكتوب ما ادري ايش. وخشينا. نعم نحن في امريكا at the moment. So we are gonna speak in English. So we are in America. So what do you wanna do here? We are in Los Angeles. Yeah, baby. We are in Los Angeles. Yeah, where there is some burger. You wanna eat some fries? Also, there is some hot dogs. You know, sausage. And you're gonna see the donuts and the taxis and everything we're gonna see. So guys, this is the street of the America. You could see that. And also there is a people, as you see, there is a lot of things. So we are gonna go and show you around. So let's begin. أنا هذا تاكسي أمريكي زي ما تشوفوا. والله حركات من جد تاكسي أمريكي. سنت كيف حالك؟ نيويورك سيتي. إحنا بنيويورك، أوكي؟ إحنا بنيويورك. Yo bro, what's up? How are you doing? How are you, my friend? What's your name? شمغلو. أوكي. شجرة أمريكا. شوف شجرة أمريكية. وهذا يعني أمريكا. You know guys, this is America. Let's go to the next city. الشرطة صراحة هذه أول مرة أشوفها. دقيقة في زحمة هنا. صار شرطة. أنت ممسوك. أرفع يدك. أنت محاصر. هاي والله سيارة شرطة من جد. سيارات شرطة حق أمريكا. So بوليفارد بوليس حركات. والله خرافية. خلينا نشوف جوه. ما ادري مو باين شيء بس هذه هي يعني. وهنا المنظر خلاب جدا. عارف انه شطحنا بس يوم. وهذه اشارات امريكا كمان كل شيء. هذه اللوحات الامريكيه. وهذه امريكا. وهذا احنا
66 شوغين سوري هنا. هذا هونغ كونغ ولا غوريلا اسمه؟ ايوه هونغ كونغ. دخلنا مكان جديد، هذا الصراحه اول مره اخشه، فخلينا نطلع الاضاءه عشان نشوف زي الناس هنا ما ايش قاعدين يسووا. قاعد يسوي الذره شويه وكاستنا، وهنا في مطاعم، وهنا في هذه حق الطيران، وهنا انا هنا كل بحر حرفيا ما شيء. شباب الجوال شحنه بيخلص، يا سلام. شوف هنا مويه، يعني المطعم على المويه حركات، يعني اشوف كيف كل مطاعم كل على المويه. بس والله خلينا نروح المدينه اللي بعدها، وامريكا كمان تكون بسطي عشان نصور هذه. جينا هنا شو السيارة والمحطة رود 966 و أمريكا ما في لوحة السيارة، ولو حاطين لوحة تكون حلوة. شو السيارة كيف من جوا حركات. عند بريطانيا عند تاكسي بريطاني ورد هذاك، وهذه ذويل الدائرة الكبيرة. احنا ندخل مونوبولي راح نشوف ايش في جوا، نشوف المكان كيف ولا والله شكل خرافي. هذا مطعم اسمه توب هات جوا هذا، والله حلو. هنا مونوبولي تقدر تخش تشوف حركات، اشوف ريتيل لا فرنسا يا شباب. بول شوف في عرض هناك قبل شيء مره من جنبنا طبعا، فعاليات خليني اوريكم يلا شوف. الله البث الله فعاليات بس الحين بنروح نجرب مطعم فرنسي. خلينا نشوف في متاهة هنا بس دخلناها هذه، وفي اشياء مره كثير غطيناها في الانستغرام عندكم تشوفوه. هذا برج ايفل يا ساتر. شوف من قابلنا بالبارد وور، اهلا وسهلا يا هلا. الحمد لله انه قبل كم يوم كنا عندكم بالقصر حسن نصور والله مع ابراهيم وهنفر. الحمد لله جات الفرصه ان انا اشوفك وسلم يا حبيبي انت. الله يسعدك يا اهلا وسهلا. توقع ايش كنت جاي عشان ايش؟ اكيد ايوه بالضبط. خلاص ابراهيم يعرف كل شيء، وعاد سويت ايش؟ سويت سلسله او فله كان فكرتها اعيش بقرش واحد لمده 30 يوم واسف في دبي. سويت تحدي مع مستر بيست، سويت تحدي احضر 50 مشهور. حاب تكون منهم؟ والله اذا جات الفرصه خلينا نحضر يا حبيبي يا حبيبي يا جلوري. بالعكس يا حبيبي الشرف والله. انا الشرف يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا.